مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واخبار الاهلي. يعني عايز ابدا الاخبار بخبر مهم جدا جدا لكل عشاق القلعه الحمراء، اللي هو اجتماع مهم للجنه اعداد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. كان كل هم كابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت، وكان وعده في الانتخابات ان هو يضع لائحه اساسيه للنادي الاهلي. عارفين حضراتكم ان احنا دلوقتي ماشيين على لائحه استرشاديه استثنائيه، يعني استثناء عن ما هو جاري في النادي الاهلي وما هو متعود عليه النادي الاهلي قبل كده، لكن ظروف استثنائيه اجبرت النادي الاهلي ان هو يمشي على هذه اللائحه الاسترشاديه لحين وضع اللائحه الاساسيه قريبا جدا ان شاء الله. فانا مش عايز اخوض في قبل كده، اكيد حضراتكم عارفين كل التفاصيل والملابسات اللي فاتت، لكن بكره اجتماع مهم جدا للجنه اعداد لائحه النظام الاساسي النادي الاهلي اللي بيترأسها المستشار محمود فهمي. اللجنه دي انعقدت اكثر من مره علشان يحطوا شكل وتصور للائحه النادي الاهلي الاساسيه. بكره ان شاء الله هيحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والاستاذ او السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكل من ابراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره، الى جانب الدكتور سعد شلبي المتخصص في التشريعات الرياضيه والذي شارك في اعداد لائحه النادي عام 2014، وكذلك محمد فتحي المشرف على الاداره القانونيه بالنادي. كمان هيبقى موجود الكل هؤلاء الرجال علشان يضعوا ويقفوا على اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، معهم كمان العميد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي ماشي على اللائحة الاسترشادية، بكرة إن شاء الله وضعوا شكل ونظام للائحة أو تصور للائحة الأساسية، يحضرها بكرة كابتن محمود الخطيب علشان يبدي رأيه في هذه اللائحة أو هذا التصور، علشان يعرضوه على أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي عشان برضو يبدوا الرأي بتاعهم، يشوفوا لو في حد عايز يضيف حاجة، اللائحة ماشية مش ماشية، في حد عايز يضيف بنود، حد بيعترض على بنود، لحين إظهار الصورة بشيء يليق بهذا الكيان الكبير وجماهيره العريضة في كل مكان. إن شاء الله تكون لائحة استرشادية تليق باسم النادي الأهلي وكيانه وجماهيره. عشان كده إن شاء الله بقول لكم اجتماع مهم جدا جدا بيحضره الكابتن محمود الخطيب، أقوله لكم تاني الأعضاء، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأستاذ أو السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وكل من إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجرحي، والسيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الأهلي، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي المتخصص في التشريعات الرياضية والذي شارك في إعداد لائحة 2014، وكذلك محمد فتحي المشرف على الإدارة القانونية مع الاحتفاظ بالألقاب طبعا. إن شاء الله بكرة يبقى في تصور كامل للائحة اللي هتعرض على أعضاء النادي لإبداء الرأي وليس للتصويت، لحين الانتهاء من إبداء الرأي والوقوف على شكل اللائحة الأساسية للنادي الأهلي واللي بتليق به إن شاء الله. بعد كده إن شاء الله يبدأوا يحطوا تصور لهذه اللائحة النهائي لحين عرضه على الجمعية العمومية للتصويت. إن شاء الله تكون اللائحة تليق باسم النادي الأهلي وجماهيره العريضة وكيانه الكبير. مش عايز اخوض في تفاصيل قبل كده، زي ما قلت لحضراتكم ماشيين على لائحه استرشاديه لظروف استثنائيه خاصه جدا. ان شاء الله هذا الوضع ينتهي قريبا بلائحه اساسيه بشكل النادي الاهلي وبعائله النادي الاهلي. ده كان اهم الاخبار اللي كنت عايز اتناولها مع حضراتكم النهارده. نروح لخبر تاني، توزيع جوائز جيم الاهلي بمقر الجزيره. إدارة جيم النادي الأهلي بمقر الجزيرة قامت بتوزيع الجوائز الخاصة على الفائزين في المسابقة التي جرت مؤخرا وشهدت مشاركة 25 متسابق من أعضاء النادي الأهلي. جرت المسابقة من خلال مشاركة 5 مدربين بخمس فرق، حاجة جديدة بيعملها النادي الأهلي، يضم كل فريق 5 متسابقين من أعضاء النادي الأهلي. ده يعني بنقرب الأعضاء مع المدربين مع الشكل العام للنادي الأهلي. أقيمت منافسات قوية في مختلف التمارين وسط حضور مكثف من أعضاء النادي وأسرهم داخل جيم مقر النادي بالجزيرة. أسفرت المسابقة عن فوز فريق محمد فتحي مدرب الجيم بالعديد من الجوائز، حيث حصل عمر عصام على المركز الأول وإبراهيم الشاذلي على المركز الثاني وخالد إبراهيم على المركز الثالث. ووجه أحمد عوض مدير الجيم بمقر الجزيرة الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي للموافقة على تنظيم هذه
المسابقة، والتي ساعدت على تعزيز التواصل بين الأعضاء ومدربي الجيم زي ما قلت لحضراتكم. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الفعاليات التي تهدف إلى زيادة أعداد المشتركين وفق برنامج عائلة الأهلي. أروح لخبر ثالث، ده لسه يعني قدام حضراتكم الصور الأرشيفية لهذا أو هذه المسابقة والتي قيمت في جيم النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم، تقريب الأعضاء من الأجهزة الفنية. خبر بعيد شوية عننا، لكن خبر أنا حبيت أقوله علشان نشوف الوفاء من النادي للعيب. نادي النصر بيجدد تعاقد حازم ممدوح قائد خط الوسط. لو تفتكروا حازم ممدوح كان تعرض لإصابة بالغة في قصبة رجله، كسر في قصبة رجله في مباراة إنبي بالدور الأول الدوري العام العام الماضي. حازم ممدوح تعرض لكسر في الساق، لكن نادي النصر صمم أنه يجدد تعاقده مع حازم ممدوح ويعالجه وجدد التعاقد لمدة 3 مواسم. تم تجديد تعاقد حازم ممدوح مع النصر بعد الجلسة التي عقدها سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتم خلالها اتفاق على تجديد التعاقد، حيث أبدى حازم سعادته بمواصلة مشواره مع النصر مؤكدا على امتنانه الشديد للجهاز الفني ولسيد عيد والإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق. حاجة جميلة جدا من نادي النصر وسلوك حضاري جدا جدا. لعيب اتصاب إصابة بالغة جدا في قصبة رجله، كسر بمعنى الكلمة، لكن النادي تمسك باللاعب وده طبيعي جدا وفير جدا، يا رب يبقى سلوك كل الفرق. نروح لخبر تاني لفريق النادي الأهلي. فريق النادي الأهلي رجال الجهاز الفني لرجال طائرة النادي الأهلي يجتمع استعدادا للموسم الجديد. يجتمع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي خلال أيام لوضع خطة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد والذي يبدأ منتصف الشهر المقبل. يسعى الجهاز الفني بقيادة النجم محمد مصلحي لوضع خريطة الإعداد للموسم الجديد وتحديد برنامج الموسم المقبل من أجل حصد كل البطولات كما حدث في الموسم الماضي. ما شاء الله محمد مصلحي وفريقه حصدوا دوري وكاس وبطولة أفريقيا كمان. معانا الكابتن الكبير كابتن محمد مصلحي المدير الفني لرجال الكرة الطائرة. كابتن محمد أهلا بيك. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب كل الأهلاوية طيبين إن شاء الله. ربنا يخليك. احنا صحيناك من النوم ولا ايه؟ لا صح، بتفرج على الماتش والله. ايه اخبار الماتش؟ طمنا. 0-0. ما عادش لا طعم بقى ولا ايه؟ والله يعني الحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله. طمنا الاول على فريقك، طمني على فتره الاعداد الجديده ان شاء الله، طمني على طموحاتك العام المقبل باذن الله. طيب ان شاء الله احنا هنبتدي ان شاء الله الموسم 15/7. احنا طبعا في 10 لعيبه تقريبا في المنتخب، ثلاثة مصابين هو أحمد قط وفي محمد عبد المنعم وفي عبد الحكيم عبده، الثلاثة مستمرين في العلاج الطبي بتاعهم، وأنا متابع كويس قوي مع الدكتور هيثم في العلاج بتاعه ومتابع يعني كل حاجة بتحصل له. تمام. وفي إن شاء الله ثلاثة اللي هو عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف ومحمد معوض، دول مع شوية ناشئين إن شاء الله هنعمل لهم برنامج يستمر مع الدكتور حسن كابتن تامر ان شاء الله لغايه لما نرجع المنتخب يستمر معاهم، وان شاء الله نبتدي كده موسم جديد نشارك ان شاء الله في الاربع بطولات ان شاء الله. يعني طموحك يا كابتن محمد الموسم المقبل باذن الله؟ والله اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت بيكبرنا وبيخلينا ان احنا نستعد اكتر واكتر. طموحي ان شاء الله ان احنا نكسب الاربع بطولات، لان دي طموح جمهور النادي الاهلي وجمهور مجلس ادارته وجمهور واللعيبه، كل الناس دي طموحها دلوقتي احنا كسبنا 3 بطولات، لا عايزين نزودها ان شاء الله ونبقى 4 بطولات سواء دوري وكاس وافريقيا وعرب. ان شاء الله انا مخطط كده وربنا يسهل ان شاء الله وباذن الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي، لان احنا طبعا عملنا انتقالات طبعا من انتقال النجم الكبير احمد طبعا لينا ومحمود رؤوف، بخلاف طبعا النجوم اللي معانا السنه اللي فاتت عبد الله وسام، وان شاء الله ربنا يشفي قط محمد عبد المنعم، ان شاء الله نقدر نعمل موسم تاريخ تاني للنادي الاهلي، وده اللي انا اطمح فيه، لان طبعا برضو الموسم هيبقى صعب لان الاتحاد المصري تقريبا هيسمح باثنين محترفين، فكل نادي طبعا هيقدر يجيب 2 محترفين، فبيصعب الدوري اكتر واكتر الدوري الكاس، يعني طبعا في فرق محترمه جدا بتنافسنا سواء في الجيش او الزمالك او سموحه، فانا اتوقع ان الموسم الجاي هيبقى اقوى واشرس من الموسم الجاي.
يعني كابتن محمد اسالك سؤال انا ببقى احب اساله لنجم ناجح او نجم بيقود فريق ناجح، خصوصا كمان الفرق الاهلاويه ما شاء الله عليها بتحصد كل البطولات او معظم البطولات، بتجيب الدوافع منين عشان تديها لعيبتك اللي هي ما شاء الله دايما عند حسن ظن الجميع؟ هو الدافع ان انا بلعب، ان انا لعبت في النادي الاهلي، الدافع ان انا مرنت في النادي الاهلي، مدرب ومدير فني، ودي كفايه. اسم النادي الاهلي هو الدافع الاكبر، ان احنا جمهوره طبعا ان احنا لازم نكسب اي بطوله احنا بنخش، ده كفايه الدافع ده. اسم النادي الاهلي لوحده كفايه جدا ان انا ادي دفع للعيبه بتاعتنا، لعيبه النادي الاهلي، ان احنا نكسب اي بطوله. فاسم النادي الاهلي لوحده ده دافع لوحده. حلو حلو حلو، يعني فعلا دافع كبير جدا. لكن انت عارف بتكلم في ايه؟ بتكلم اللعيبه ساعات بتيجي منك، يعني احنا خدنا دوري وخدنا كاس وخدنا افريقيا وخدنا وخدنا وخدنا، يعني اجيب لهم دوافع تانية منين؟ بخلق لهم احنا خلاص نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي. ساعات بتحس ان انت كده عايز تعمل حاجه ومش قادر، مش قادر تجيب دوافع، ولا هو دافع النادي الاهلي لوحده كفايه؟ لا لا، اللي بيلعب في النادي الاهلي لا يجمع من البطولات، هم عارفين كده كويس قوي. حلو، اتربوا على كده، خصوصا احمد صلاح وعبد الله، وطبعا في نجوم كبار جدا، معوض وعبد محمد، لا لا، وعبد العال، والناس دي اتربت، وحسام، الناس دي اتربت على النادي الاهلي. اسمه كفايه قوي ان هو يبقى في دافع ان احنا نكسب على طول ان شاء الله. انا كنت عايز اسمع الكلمتين دول منك. يعني العقبات اللي بتقابلها كابتن محمد ايه؟ ابرزها ايه؟ يعني انا السنه اللي فاتت التعاقب البطولات على بعض دي طبعا مش سهل. يعني كل ان احنا نلعب نهائيات دوري في افريقيا، في نهائيات دوري تاني، في كاس، دي كانت صعبه جدا، يعني عايزه مخطط احمال كويس جدا. طبعا انا معايا الدكتور حسن رائع، طبعا متفاهمين تماما مع بعض. لا يعني هي دي كانت اصعب حاجه، والاصابات اللي بتحصل في النص، اصابات لا قدر الله. احنا عندنا اب اتصاب صديق السنه اللي فاتت، وعندنا عبد الحليم اتصاب برضه السنه دي، غضروف منعم السنه اللي قبلها صديق. فالاصابات دي هي الحاجه الوحيده اللي بتقلقني وبتعيقني عن تكمله الفرق. هي دي صعوبات فعلا، لانها حاجه من عند ربنا، قدر يعني، اكيد اللهم لا اعتراض يعني. الحمد لله ده كان السنه اللي فاتت قدرنا نعوض غياب قبه احمد سعيد طبعا النجم الصاعد دوت. لكن يعني انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ما يحصلش اصابات تاني، لان كتير يعني على النادي الاهلي. احنا دلوقتي عندنا صابتين من صديقي اللي هو قطب محمد عبد المنعم، وعيبه عامل لسه بيتاهل، يعني ربنا يشفيهم يا رب يا رب. احسن مكان. يعني كابتن شايفنا فين من الكره العالميه او كره الطائره العالميه تحديدا؟ انا بمنتهى الامانه يعني عشان بس اكون صريح، احنا نزلنا جامد جدا. نتيجه طبعا عدم اشتراكنا في الدوري العالمي لمده موسمين على بعض ورا بعض كده، فاحنا نزلنا المستوى نزل خالص. حتى احنا انا دلوقتي بعاني جدا ان انا مش لاقي فرق العبها في الوقت الحالي، يعني الفرقه دلوقتي هتروح البحر المتوسط وهي ما لعبتش ولا ماتش. الاسباب ايه يا كابتن؟ الاسباب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ ما انا بقول لحضرتك ان احنا ما لعبناش الدوري العالمي. كنا بنلعب فرق مستوى عالي جدا ببلاش، يعني احنا بنروح بنلعبهم ماتشين في ارضهم وماتشين عندنا، نعمل حوالي 20 ماتش دولي جدا، اللعيبه بتاخد كرات عاليه جدا. طبعا كان احمد صلاح هو احترف، كان عبد الله احترف، من احترف، الناس دي بتنقل خبرات للعيبه الصغيره. فالعمليه دلوقتي قفلت خالص، ما فيش دلوقتي حد محترف طالع بره خالص. الماتشات قليله جدا للغايه، انا يعني الشاذة ده يعني كابتن في المنتخب بيحاول جاهدا ان احنا نلاقي فرق نلعبها، العمليه بقت صعبه جدا، فده بيقلل المستوى جدا. تمام يا كابتن. اتمنى يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعلى تاني، وباذن الله برضه بوجود يعني انا هقول لك مزيد من الخبره والشباب، لان يعني برضه شباب 23 سنه لما عملوا انجاز كده وخمس عالم، دي مش مشكله. فالمنتخب ان شاء الله هيكون مزيد من الخبره والشباب. يا رب يا رب. شايف التغطية الإعلامية للكرة الطائرة للنادي الأهلي شايفها إزاي؟ يعني سؤال على الهواء. بمنتهى الأمانة شغلة في وقت الأحداث تبقى جيدة. مش يعني في وقت البطولة الأفريقية كانت يعني بمنتهى الأمانة كان أقدر أقول ممتازة، التغطية كانت ممتازة. نهاية الدوري كانت ممتازة، لكن من وقت لآخر يعني دلوقتي خلاص تقريبا ما فيش أي أخبار خالص بتتقال، عشان طبعا شيء بديهي ان ما فيش حاجه بتتباد، فالاخبار بتبقى قليله قوي يعني. لكن في وقت الاحداث بتبقى لا بتبقى كويس. بس احنا معاكم في ظهركم على طول يا كابتن محمد.
بس وجبت بصراحه تبقى معانا في ظهرنا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا لما بنيجي نعمل استوديوهات تحليليه هنا للكره الطائره بنيجي نكلم هاني، كان بيجي في الاول دلوقتي بيقول انا عندي مطالب، يعني انا مش عارف بقى اتكلم، مش عايز اتكلم على الهواء يعني. لا يعني يعني ابن اولاد النادي الاهلي ولا يمكن تكون مطالب خالص. ما فكرتش تعمل مع هاني الدويت وكده ناجح جدا في عالم الكره الطائره؟ انا يعني هو طبعا ليه، هو بصراحه مدير جهاز نادي وادي دجله دلوقتي يعني ناجح جدا هناك، وعامل انا مش عايز اقول لك عامل كل ما شاء الله هناك. ما شاء الله قاعده عريضه جدا هناك، حاجه جميله. هو ناجح جدا بسم الله ما شاء الله، عامل نتائج كويسه جدا سواء في الاولاد والبنات. كنت اتمنى طبعا انه يجي يشتغل، لكن هو مبسوط هناك. انتوا حاجه تشرف يا كابتن محمد، سواء حضرتك او هاني، يعني حاجه تشرف بجد، وكل النجاح ان شاء الله ليك في الفتره المقبله، وكل النجاحات تحققها مع النادي الاهلي وتوصل للي انت عايزه باذن الله. ربنا يخليك. شكرا جدا كابتن محمد صلحي، مدير الفني لفريق الكره الطائره رجال بالنادي الاهلي، حاجه جميله جدا وانسان محترم جدا ودايما عنده حسن ظن الجميع بصلحي وفريقه. بصراحة كل فرق النادي الأهلي كده يعني لما بيروح بطولة منها تحس إن الدنيا وقعت، وده النادي الأهلي، ده النادي الأهلي. أنا اتعمدت إن أنا أسمعكم منه كلام الدوافع، الدوافع يا جماعة حاجة مهمة جدا، الدوافع عشان تبقى ناجح لازم تجيب لنفسك دوافع، كل ما تنجح تجيب نفسك دوافع، فتيجي في وقت معين أنت عملت كل حاجة، ما شاء الله الأهلي الطايرة بياخد كل حاجة، اليد بياخد ما شاء الله ما شاء الله يعني. فانت تجيب له دوافع منين؟ قال لك هو بصراحه كفايه ان هو اسم النادي الاهلي على التيشيرت بتاعه، كفايه ان هو بيسمع اسم النادي الاهلي، فدي حاجه جميله جدا. نروح لخبر تاني، نهله سلامه نجمه الكره الطائره بتقول او طائره الاهلي قادره على حصد كل البطولات الموسم المقبل. دي نهله سلامه. قالت نهله سلامه كابتن الفريق الاول الكرة الطائره بالنادي الاهلي، نهله سامح اسف، انا دايما اغلط في نهله سلامه، انا اسف، حتى وهي معايا هنا على الهواء قلت برده نهله سلامه، سامحيني. انا نهله سامح نجمة الفريق الأول الكرة الطائرة بتقول إن النادي قادر على حصد كل البطولات في الموسم المقبل. قالت كمان إن الفريق يبدأ الاستعداد بكل قوة للموسم الجديد السبت المقبل، وأضافت نهلة أن المنافسة في الموسم المقبل ستكون قوية، لكن الأهلي قادر على حصد كل البطولات زي ما قلت لحضراتكم من شوية، كما حدث على مدار الأربع سنوات الأخيرة، وخاصة أن جميع الفرق قامت بتدعيم فرقها بصفقات جديدة زي ما قال الكابتن محمد مصلح من شوية، أن كل الفرق بتسعى جاهدة إلى تدعيم فرقها بصفقات قوية جدا عشان تقدر تنافس الفرق الكبرى زي النادي الأهلي. وعن البطولة العربية أكدت نهلة سامح أنها قوية جدا ومختلفة عن الموسم الماضي، خاصة أنها ستقام في تونس. وجهت نهلة سامح الشكر لجماهير الأهلي على دعم الفريق ومساندته في كل البطولات، ومتمنية أن يظل الجمهور مع الفريق في الفترة المقبلة من أجل حصد كل البطولات كما حدث في الموسم الماضي. ده كلام النجمة نهلة سامح نجمة الكرة الطائرة في النادي الأهلي، إن شاء الله برضو بيحصدوا بطولات كبيرة جدا، وزي ما هم ماشيين في طريقهم طريق واحد بس هو طريق النجاح. نروح لخبر آخر، شابات اليد تطير إلى أسبانيا للمشاركة في دورة البحر المتوسط. غادرت صباح اليوم الأربعاء منتخب الشابات لكرة اليد إلى أسبانيا مع الفوج الأول لبعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تراجونا الأسبانية خلال الفترة من 22 يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل. وضمت قائمة المنتخب الشابات مواليد 98 اللاعبات يارا عبد المقصود وريم ربيع ودنيا صقر وياسمين وحيد وياسمين شريف ومريم الشرباجي وليلة شريف وليلة وائل وتسنيم جمال ولمى الشواربي وشيماء صبري ونيرفانا محمد ولينا العمراوي ورانا فتحي وميار سامي ونورين علي عبد العزيز. دي أعضاء شابات اليد، إن شاء الله كل التوفيق ليهم بإذن الله. يرأس البعثة منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، والجهاز الفني يضم ناصر عبد الواحد مديرا فنيا وكريم فرج مساعد وسحر محمود مدير إداري وزينب عبد الحليم علاج طبيعي. يبدأ منتخب الشابات لكرة اليد مباراة إن شاء الله يوم الأحد المقبل 24 يونيو الساعة 10 صباحا بمواجهة صربيا، والاثنين 25 يونيو 10 صباحا بمواجهة مونتيريجو
ويوم 27 يوليو الساعة 10 صباحا مواجهة تركيا، يوم 28 يوليو الساعة 11:30 صباحا ختام مباريات الدور الأول بمواجهة مقدونيا. جدير بالذكر أن هشام نصر رئيس اتحاد اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث تشارك مصر ببعثة قوامها 280 لاعب ولاعبة يمثلون 23 اتحادا رياضيا. كل التوفيق إن شاء الله لشبات اليد، كل التوفيق لكل الألعاب المصرية. نطلع فاصل ونواصل بعد كده أخبار الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، نروح لخبر عن منتخبنا الوطني. وهيكتور كوبر يلغي مران المنتخب بعد وصوله جروزني. قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدير الفني للمنتخب الوطني إلغاء مران الفريق، والذي كان مقررا له اليوم بعد عودة الفريق إلى العاصمة الشيشانية جروزني، حيث مقر إقامة الفريق في روسيا. يأتي هذا بعد الهزيمة أمس من المنتخب الروسي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمونديال، وبالتالي تأكد خروج المنتخب الوطني من الدور الأول، خاصة بعد هزيمة السعودية أمام أوروغواي. حضراتكم كلكم أكيد تابعتوا، كان الناس عندها أمل يعني السعودية تعمل حاجة، لكن الواقع بيقول أن أوروغواي فريق قوي، وأكيد كان ليه حق أنه يكسب السعودية مع أو بالرغم من الأداء البطولي لفريق السعودية النهاردة. بصراحة أدوا أداء وفنيات كانت عالية جدا، لكن في النهاية خسروا الثلاث نقاط وخرجوا مع فريق مصر، مما يعني صعود منتخبي روسيا وأوروغواي. وقرر الجهاز الفني إلغاء التدريب الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم بملعب أرينا لإراحة اللاعبين مع الاكتفاء بتدريبات فك العضلات. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السعودي يوم الاثنين المقبل بمدينة فولوغراد الروسية في ختام مباريات دور المجموعات من كأس العالم. خروج للمنتخب المصري مع المنتخب السعودي، وتبقى مباراة منتخب مصر ومنتخب السعودية إن شاء الله تكون مباراة تدي انطباع كويس عن العالم العربي اللي بيمثله السعودية ومصر للعالم الخارجي كله. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخبات فيما هو قادم. بيان هام من السفارة المصرية بروسيا للجماهير. أكدت السفارة المصرية في موسكو في بيان هام أن جميع المواطنين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة فولوغراد الروسية لحضور مباريات المونديال هناك لابد أن يكون سفرهم عن طريق الطيران. تاني، أكدت السفارة المصرية في موسكو في بيان هام أن جميع المواطنين المصريين الذين ينوون السفر إلى مدينة فولوغراد الروسية لحضور مباريات المونديال هناك لابد أن يكون سفرهم عن طريق الطيران. ده البيان قدام حضراتكم معروض. وأصدرت السفارة بيانا منذ قليل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أوضحت فيه لكل المواطنين المصريين أنه لا يوجد طريق بري بين الأراضي الروسية وكيلينغراد، وبناء عليه يتضح أو ينصح بالسفر إلى هناك عبر الطائرات. كلام مهم جدا يا جماعة للناس اللي سمعنا. وأشارت السفارة في البيان إلى أنه على من يريد اتخاذ الطريق البري استخراج تأشيرات من سفارات وقنصليات دولة ليتوانيا، يعني تاني وقنصليات دولة ليتوانيا والتي يمر منها القطار الذي يتوجه إلى مقاطعتي كيلينغراد. كلام مهم جدا. كما حثت السفارة المصرية المشجعين المصريين على مراعاة قواعد الدخول، وشددت السفارة أنه وفقا للقواعد المنظمة للسفر أو منظمة للسفر إلى تلك المقاطعة المتفق عليها بين روسيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، فإنه يتعين على أي مواطن أجنبي الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار. وفي حالة عدم وجود تأشيرة العبور اللازمة لن يسمح لأي مواطن أجنبي السفر إلى مدينة كيلينغراد إلا بالطيران. ده كان بيان أو السفارة المصرية في موسكو. مهم جدا الكلام ده عشان الناس ترجع بالسلامة إن شاء الله. النجم البرازيلي نيمار يعود لتدريبات البرازيل استعدادا لكوستاريكا.
عدا اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا لتدريبات منتخب بلاده اليوم بعد أن غادرها مبكرا أمس بسبب الإصابة التي لحقت به في الكاحل. وخاض المهاجم البرازيلي صاحب 26 عاما مرانا اليوم حتى النهاية بشكل طبيعي. نيمار نجم من نجوم العالم، وهو المران الذي أقيم بمدينة سوتشي الروسية حسبما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. ويعد نيمار جاهزا للمشاركة في المباراة الثانية للبرازيل بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم أمام كوستاريكا، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة إن شاء الله. سقطت البرازيل في فخ التعادل، أكيد حضراتكم طبعا عارفين، في مباراتها الأولى أمام سويسرا يوم الأحد الماضي لتترك صدارة المجموعة لصربيا التي فازت في مباراتها الأولى 1-0 على كوستاريكا. مفاجآت كبيرة جدا أو مفاجأة كبيرة جدا للبرازيل، وأيضا فرق كبيرة كمان يعني ما كانتش عند حسن ظن جماهيرها، لكن هتعود، الفرق الكبيرة بتعود وبتعود بسرعة جدا. روح لخبر المنتخب المغربي، غادر رسميا المونديال وداعا للمنتخب المغربي مع المنتخب المصري مع المنتخب السعودي. ودع المنتخب المغربي بطولة كأس العالم 2018 رسميا بعدما تلقى الهزيمة الثانية أمام نظيره البرتغالي 0-1 بهدف النجم العالمي كريستيانو رونالدو. مش عارف كريستيانو ماله بصراحة البطولة دي، 4 أهداف في ماتشين حاجة بصراحة تفرح. اللقاء المنتخب المغربي قدم فيه كل حاجة في فنيات الكورة، كمان يعني بعد قليل هقول لكم رينارد قال ايه على المنتخب المغربي، وقال ان هو فخور جدا. هقول لكم الخبر بالتفصيل، لكن خلينا في الخبر ده. المنتخب المغربي هزم في المباراه الاولى امام المنتخب الايراني بهدف نظيف في الدقيقه الاخيره، مما جعل فرصه المنتخب المغربي الى الوصول الى دور 16 مستسيما، وانه حتى الفوز في المباراه الثالثه امام اسبانيا لن يجدي نفعا طبعا. اكيد النهارده كريستيانو حط هدف من ضربه ثابته، لعنه الضربات الثابته على المنتخبات العربيه مش عارف في ايه. احنا بس بنقول عندنا يعني مش عايز اتكلم بصراحة. احنا بنقول عندنا دفاعات قوية ومش عارف ايه، لكن معظم الثوابت بتيجي فينا جوان. كريستيانو النهاردة من ضربة ثابتة كورنر حط كرة بدماغه ولا اروع من كده. كريستيانو ما بيضيعش وما بيهزرش. لكن المغرب قدوا مباراة كبيرة جدا، قال فيها رينار فخور باداء لاعبي المنتخب المغربي. عندك حق بصراحة. عرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب عن رضاه التام عن أداء لعيبة المغرب أمام المنتخب البرتغالي، حيث قال رينار في تصريحات صحفية بعد المباراة: لا أشعر بخيبة أمل بشأن الأداء، إنني فخور جدا باللاعبين. كلام واضح، حضراتكم شفتوا المباراة، كل العالم العربي شاف المباراة. المغرب عمل مباراة ولا أروع، لكن هي الكرة كده، تيجي لك فرصة تستغلها شكرا، ما تعرفش تسجل استحمل. وأوضح: نمتلك لاعبين أكفاء، ولكن كان ينبغي علينا أن نكون أكثر فاعلية على المرمى. الكلام اللي بقوله لحضراتكم. وشدد المدرب الفرنسي: سنلعب المباراة الأخيرة أمام أسبانيا ونحاول أن نختم مباراتنا بتحقيق نتيجة جيدة. ده كلام هيرفي نينار المدير الفني للفريق المغربي بعد الخسارة 0-1 أمام المنتخب البرتغالي بهدف للنجم العالمي ونجم العالم الأول كريستيانو رونالدو. طيب رونالدو الهداف التاريخي لأوروبا لسه بنتكلم عليه، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم هدفه الرابع في بطولة كأس العالم الحالية ليرتفع رصيده إلى 85 هدف مع المنتخب البرتغالي في مختلف المسابقات الأوروبية ليصبح أنجح لاعب في أوروبا ينجح في هز الشباك على مدار التاريخ حسبما أفادت وكالة أوبتا للإحصائيات. وتخطى رونالدو رصيد المجري بوشكاش الذي أحرز 84 هدف للمنتخبين المجري والأسباني في 89 مباراة دولية خاضها مع الفريقين من 45 عام 1945 إلى 1962. وخاض رونالدو اليوم مباراته الدولية رقم 152 مع المنتخب البرتغالي. كريستيانو استهل مسيرته مع الفريق في 2003 وأحرز أول أهدافه الدولية في مرمى اليونان بكأس الأمم الأوروبية يورو 2004 بالبرتغال. كريستيانو استهل رصيد أهدافه في المونديال الحالي بهاتريك ولا أروع في مرمى المنتخب الأسباني خلال مباراتهما الأولى بالبطولة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف مقابل 3 أهداف يوم الجمعة الماضي. كريستيانو أصبح ثاني أفضل الهدافين في المباريات الدولية على مستوى العالم حيث يأتي خلف الهداف الإيراني علي دائي والذي سجل 109 هدف لمنتخب بلاده في 149 مباراة دولية بين عامي 93 و2006. ده النجم العالمي كريستيانو
رونالدو. يعني قلت لكم كريستيانو ظاهرة لا تتوقف، يعني حاجة بصراحة. ثلاث أهداف في المنتخب الأسباني، والنهاردة هدف في المنتخب المغربي، أربع أهداف في مباراتين، حاجة جميلة جدا. طيب خوري، دافع الأرجنتيني خوري مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن نجمه ليونيل ميسي النجم الآخر. بقول دايما ان هو بيجي جاي من ميسي وكريستيانو، كريستيانو حاجة بعيد خالص عن اللعيبة العادية. قبل اللقاء منتخب راقصي التانجو امام نظيره الكرواتي غدا الخميس ان شاء الله في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في روسيا. خوركي قال حينما تسجل هدفا بقميص منتخب الأرجنتين فإنه ينسب لنا جميعا، ولكن عندما تخسر الأرجنتين فإن الجميع يتهم ليونيل بالتسبب في ذلك. أعتقد أن هذا الاعتقاد غير عادل. ده كلام الأرجنتيني خوركي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين. وتصدر منتخب كرواتيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه 2-0 على نيجيريا في الجولة الأولى، متفوقا بفارق 2 نقطة على منتخب الأرجنتين وأيسلندا والذين تقاسما المركز الثاني، فيما تزايل المنتخب النيجيري الترتيب بلا نقاط. أضاف مدرب الأرجنتين: نعتقد أن المباراة القادمة سوف تتطلب أداء فنيا جيدا على الأرجح. يتمتع المنافس بمجموعة كبيرة من الخيارات خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجوم، بيتكلم عن المنتخب الكرواتي، منتخب فعلا صعب جدا. وأثنى خوركي على مستوى كريستيان بوفون مهاجم فريق بوكا جونيور الأرجنتيني، مضيفا إلى أنه كان لديه تأثيرا كبير بعد الاستعانة به كبديل أمام أيلاندا، لكنه لم يكشف عما إذا كان سيدفع به أمام كرواتيا بديلا من الجناح المخضرم دي ماريا أم لا. ده كلام خوركي المدير الفني لفريق الأرجنتين. طيب سلوك حضاري جدا 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 للمشجعين في المونديال. عملوا ايه المشجعين؟ نفسنا يبقى عندنا الكلام ده ان شاء الله، واحنا عندنا يعني مشجعين زي الفل. مشجعين قاموا مشجعوا بعض المنتخبات المنافسه في بطوله كاس العالم 2018 قدام حضراتكم على الشاشه لكره القدم المقامه حاليا في روسيا، ومنها منتخب اليابان وكولومبيا، بتنظيف اقسام المدرجات بالاستادات التي تواجدوا بها خلال مباريات منتخباتهم قبل مغادرة الاستاد. حاجة يعني حاجة حضارية جدا، حاجة جميلة جدا. وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت يظهر فيها مشجع لقطة لحضراتكم شايفينها، مشجع المنتخب الياباني وهم يزيلون الزجاجات الفارغة والأكواب ومختلف الأشياء في أكياس قبل مغادرتهم الاستاد بعد مباراة أمام كولومبيا أمس الثلاثاء. سلوك حضاري جدا جدا جدا، ودي إيجابيات بيديها لنا المشجعين في كأس العالم. يعني حاجة جميلة إن شاء الله نشوفها كده في ملعبنا بإذن الله، بإذن الله لما الجمهور يرجع. مدرب بيرو بينتقد الحكم أو بينتقد حكم الفيديو. مدرب بيرو الحكم الفيديو اداله ضربة جزاء قبل كده لكن هو بينتقده مش عارف ليه. وجه ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو انتقادات لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس العالم والمقامة بروسيا، وذلك رغم أن فريقه استفاد من النظام خلال مباراته الأولى بالبطولة. اللي بقوله لحضراتكم، جاريكا قال خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم، قال إن الملعب أو الحكم الفيديو، أقول لكم قال إيه بالظبط خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن مباراة الغد بين منتخبي بيرو وفرنسا على ملعب إيكاتيرينبرج في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكرة القدم تختلف عن الرياضات، كرة القدم تختلف عن الرياضات الأخرى. طيب ولا أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل. طب ما احنا يعني الحكم الفيديو، احنا بالنادي بنقول حكم الفيديو، وإدالك ضربة جزاء ما كانتش هتحسب لو ما فيش حكم فيديو. إيه الحل الأمثل بالنسبة لك؟ وأضاف: دائما ما تكون هناك آراء مختلفة في بعض اللقطات بهذه اللعبة، وعند اللجوء لحكم الفيديو المساعد نفقد 3 أو 4 دقائق خلال المباراة. أنا بتفق معاك في الجزئية دي، لكن طبعا حكم الفيديو مهم جدا. ممكن تبقى الموضوع بأسرع شوية وأسرع شوية، أكيد الاتحاد الدولي هيبص موضوع التأخر في الوقت أو ال3 دقائق ما ينفعش حتى تعدي الدقيقة. منتخب بيرو حصل على ضربة جزاء في المباراة الأولى بالمونديال عبر نظام حكم الفيديو، ولكن كريستيان كويفا سدد الكرة فوق العارضة لتنهي المباراة بالهزيمة أمام الدنمارك 0-1 يوم السبت الماضي. ما استفدتش منها إيجابيا لكن استفدت منها إن أنت خدت ضربة جزاء.
وحصد كل من المنتخب الدنماركي والفرنسي 3 نقاط في المجموعة الثالثة، بينما ظل منتخب بيرو استراليا بدون رصيد. وأبدى مدرب بيرو إصرارا على مواصلة المنافسة على فرص الفريق. يعني في ناس بيقولوا حكم الفيديو بيأخر الدنيا شوية، وفي ناس بيستفيدوا بحكم الفيديو، لكن حكم الفيديو مهم جدا يا جماعة، مهم جدا. العطلة اللي بين الوقت اللي بياخده حكم الفيديو عشان يدي قراره للحكم الساحة حكم الملعب، هي دي المشكلة اللي أنا شايفها وحيدة. يعني المشكلة لازم الوقت يبقى قليل شوية، أو قليل قوي كمان. الاتحاد الدولي أكيد هيشوف يقدر يعدل القصة دي إزاي. روح لخبر تاني، إيران تسمح للنساء بمشاهدة مباراة أسبانيا في الأماكن العامة. قررت السلطات الإيرانية السماح للنساء بالدخول إلى الأماكن العامة للمشاهدة الجماعية لمباراة كأس العالم، لتمكن النساء من متابعة مباراة المنتخب الإيراني والتي تقام حاليا. بيقولوا لي يا جماعة النتيجة كام أمام المنتخب الأسباني على ملعب كازان أرينا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. وجاء ذلك بعد موجة من الاحتجاجات على المسؤولين المحلي والدولي ضد الحظر والقيود المفروضة على النساء الإيرانيات منذ فترة طويلة. قولوا نتيجة الماتش كام. وذكرت وكالة أنباء يعني 1-0 الأسباني. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسينا أن هذه الرخصة سارية فقط خلال المباراة الحالية اللي هي مباراة بين المنتخبين الإيراني والأسباني، وكان حظر دخول النساء الإيرانيات إلى الأماكن العامة المقامة بها شاشات العرض الجماعي لمباراة المونديال قد جرى تطبيقه خلال المباراة الأولى للمنتخب الإيراني في المونديال الحالي. وأوضحت الوكالة أن النساء الإيرانيات سيتمكن من الدخول إلى مدرجات استادي أزادي وتختي في طهران لمتابعة المباراة التي ستبث في الاستادين على الهواء مباشرة خلال شاشات عرض عملاقة، لتكون بذلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء بالدخول للاستاد كمان ومشاهدة المباريات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. يعني مش يعني إن شاء الله يبقى كل حاجة تبقى فيها يعني أريحية لكل الناس، مش هنعلق قوي على الأخبار دي. طيب، جريزمان جاهز لمواجهة بيرو. شدد ديدي تشامب، طبعا تشامب ده كان حاجة جميلة جدا وحاجة كبيرة جدا في المنتخب الفرنسي، المدير الفني المنتخب الفرنسي، على جاهزية أنطوان جريزمان لاعب الفريق للعب أمام منتخب بيرو، نجم كبير أيضا غدا الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم. قدام حضراتكم ديشامب كان لعيب رائع. ديشامب قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مواجهة بيرو التي إن شاء الله هتقام بمدينة إكترابورغ، حالة جريزمان جيدة جدا، كان كاحلها متورما ولكن شارك في التدريبات بصورة طبيعية. وكان منتخب فرنسا فاز على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-1 في أولى مبارياته بالمونديال. وطلب لوريس قائد الديوك بضرورة الظهور بشكل أفضل خلال لقاء بيرو. منتخب فرنسا منتخب قوي جدا وكسب الماتش الأول، لكن هوجو بيقول عايزين كمان شكل أفضل. قال لوريس، والذي يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 100 قائد منتخب الديوك أو منتخب الفرنسي، إذا لم نحسن من أدائنا فسوف نواجه مشكلة. وأضاف لوريس، هذا يجعلني أشعر بالفخر على المستوى الشخصي، لكنه أمر ثانوي لأننا نلعب في كأس العالم، بيتكلم عن المباراة المية. الأمر الأهم بالنسبة لنا جميعا هو تحقيق الفوز. إنكار الذات من كابتن الفريق الفرنسي. طيب، توماس مولر علينا تجاوز الهزيمة من المكسيك. الألماني توماس مولر أعرب عن ثقته بأن المنتخب الألماني والذي هزم من المكسيك في مفاجأة من العيار الثقيل جدا، حامل اللقب لكأس العالم، تعلم الدرس بشكل كافي بعد الهزيمة التي مني بها في بداية رحلة الدفاع عن اللقب أمام نظيره المكسيكي. مولر قال النهاردة أن الفريق بحاجة لإعادة اكتشاف أدائه في المباراة التالية له بالبطولة أمام نظيره السويدي، ويتطلع المنتخب الألماني إلى استعادة اتزانه بعد الهزيمة 1-0 من المنتخب المكسيكي يوم الأحد الماضي ضمن منافسات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم. المنتخب الألماني يلتقي مع نظيره السويدي يوم السبت المقبل إن شاء الله بالجولة الثانية من مباريات المجموعة. هتبقى مباراة
صعبة جدا على المنتخبين. مولر قال في المؤتمر الصحفي لفريقه: اليوم ننتقد أنفسنا وأن ندرس المباراة، والآن علينا أن نتطلع للأمام ونفكر بشكل إيجابي، نأمل جميعا في الاستمرار بالبطولة لأطول وقت ممكن. وأضاف: يجب أن نفوز بالمباراتين المتبقيتين لنا، وسيكون هذا صعبا للغاية، ولكننا لا نستطيع الفوز بالمباريات إذا مزقنا بعضنا البعض. كلام مهم جدا. ماشي، يعني بصراحة بنسمع كلام من مديرين فنيين على مستوى عالي قوي، كلام في بين السطور كلام انتقادات والحاجات دي كلها، وعايز كله يتكاتف من أجل مصلحة المنتخب الألماني، المنتخب القوي جدا، المنتخب الحائز على البطولة. هزيمة مش مشكلة، لكن هزيمة كانت غير متوقعة وغير أولقت عدم استحسان من الجمهور الألماني، وانتقاد نوعا ما، بس انتقاد كان واخد أكبر من حجمه شوية. عشان كده بيقول إن احنا نلم الدنيا وعندنا مبارتين متبقتين إن شاء الله نفوز بيهم، الانتقاد مش هيجيب نتيجة في الوقت الحالي. كلام محترم جدا. طيب، دالي ألي خارج لقاء إنجلترا وبنما في المونديال. أكدت تقارير صحفية غياب دالي ألي، أو دالي علي زي ما بيقولوا يعني بعض المعلقين، جناح منتخب إنجلترا في مباراة فريقه في مباراة فريق بلاده ضمن منافسات الجولة السابعة بطولة كأس العالم أمام بنما والمقر إقامتها الأحد المقبل. الصحف أكدت غياب ديلي ألي، وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في تقريرها أن غياب ألي عن مباراة إنجلترا أمام بنما في ثاني مواجهات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي جمعت منتخب بلاده أمام تونس، وانتهت بفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب خضع لمزيد من الفحوصات الطبية أمس، والتي أكدت صعوبة لحاقه بمباراة بنما. ده لألي لعيب مهم جدا للمنتخب الإنجليزي، يعتبر روبن لوفيتس شيك المرشح الأول ليحل محل ألي في وسط الملعب بعد أن قدم أداء رائع بعد دخوله بديل في لقاءات تونس. دي كانت أخبارنا كلها، قلنا لكم الأخبار بالتفصيل. حصل النهاردة في كأس العالم خروج، أو أبرز ما حصل في كأس العالم، خروج المنتخبات العربية، المغرب والسعودية والفريق المصري للأسف. كل التوفيق للكرة المصرية والكرة العربية، كل التوفيق للنادي الأهلي وجماهيره، الفرحة الحقيقية. وشكرا جدا لحضرتك.